لعيبه النادي الاهلي نعمل معاهم بعد اللقاءات. هناخد الناحيه اليمين كده، خدنا الكابتن محمد بركات، كان معانا النجم حسام عاشور، اوصل النهارده شارك لاول مره، واعتقد انها مشاركه كويسه ان هو يبقى موجود مع الفريق، انه ياخد ثقه مع فريق النادي الاهلي في جونيور واحد برضو. يعني في اتنين جنب بعض، انا فرحان قوي ان هما الاتنين جنب بعض. ليه بقى؟ هقعد في وسطهم. الاتنين جنب بعض، الاتنين حبايب، الاتنين اصحاب، الاتنين في اوضه واحده. الاتنين كانوا متالقين النهارده. ابتدي بمين؟ ابتدي بمين؟ باللونج؟ ابتدي بمين؟ صح. لا النهارده انت بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا رجعنا لوليد سليمان بتاع منتخب مصر، وليد سليمان اللي كل الناس كانت تتمنى انه موجود في النادي الاهلي. السبب ايه يا وليد؟ والله الحمد لله بحمد ربنا على التوفيق، وبمساعده زمايلي كلنا الحمد لله كنا موفقين النهارده، وقدرنا ننفذ اللي طلب مننا من الكابتن حسام وبقيه الجهاز الفني. بقول الحمد لله قدرنا نطلع بالثلاث نقاط، وماتش كان صعب، وبنقول البدايه الحمد لله كانت كويسه الحمد لله. ايه رايك في اللونج النهارده؟ لا ما شاء الله نجيب، ربنا يبعد عنه كل حاجه وحشه يعني ان شاء الله عليه.